بخير واهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اليوم الشريف الذي نحتفل فيه الاستاذ الاديب والواعي الكبير الطيب صالح. في هذه الايام بالذات وتحديدا ما نسمعه ونراه عن السودان، اشعر بان روح الطيب روح الطيب صالح معنا في هذا اليوم، ولو كان جالسا بيننا سنقول كان سيبتسم فقط ابتسامته الحكيمه، وكان سيشعر بكل فخر بما يحدث الان في السودان، فهو القائل الكلمه الشهيره من اين اتى هؤلاء. فقد كان في هذا اليوم سيشعر بمعنى كلمته التي عوقب عليها نقابة ماجازير ورامبير، لكان رأى وسمع اليوم ما يحدث إلى أين يذهب هؤلاء. أتشرف في هذا اليوم بأن أدير هذه الجلسة عن الأديب الكبير الطيب صالح الذي دمه في نفس وروح وقلب كل منا الكثير. الطيب صالح ليس كاتبا سودانيا فقط، الطيب صالح كاتب عربي، كل مطر عربي يذكر الطيب صالح على انه من هذا البلد، سواء كان في السودان او في تونس او في المغرب او في مصر التي كان يحبها كثيرا ويعيش ايضا فيها ويأتي اليها مرارا. سأختصر في كلمتي اليوم لأقدم زملائي، ولكن قبل التقديم أحب أن أنوه إلى النقاط الرئيسية التي أردت أن أتحدث فيها، وهي كثيرة في طبيعة الحال، ولكن ربما يختار كل منكم ما يروق له وما يجده مناسبا للحديث، خاصة من الزملاء المتواجدين معنا، وسأذكر بعض الزملاء هنا بدون ألقاب. فعندنا احنا في هذه الغرفة أذكر الأستاذ مكذوب عيدروس معنا في هذه الغرفة، وهو الأمين العام لجائزة الطيب صالح في الأكبر الأستاذ أنور مقيس رئيس مركز الترجمة، والأستاذ محمد فضل، وأرى أيضا على خالد معنا، أرى الأستاذ النعيم معنا، وأرى الدكتور جميل سويلح، وأرى الدكتور وليد سعدين إلى الدكتور، وأقدم بعض النقاط أولا ربما تكتبون بعض النقاط التي ترجمون. في هذه المائدة المستديرة أردت أن أتكلم عن الطيب صالح خاصة، فتصنيف الطيب صالح كروائي إلى زمنه مدى الحياة، وامتد حتى بعد رحيله، وتكاد تكون الصورة الثابتة أو الموازية لاسمه مرتبطة شرطيا برواية موسم الهجرة إلى الشمال، بل ويكاد اسم مصطفى سعيد ينسخ اسم الطيب صالح، حتى صارت رواياته الأخرى مثل عرس الزينة وغندر شاف وميلود تزاح دائما إلى الظل. والسؤال هنا، هل يمكن إلقاء الضوء أكثر على قصص الطيب صالح باعتباره خاصا اصيلا وبارعا؟ هذا سؤال في المنحو الاول. السؤال الثاني هو الطيب صالح كعربي وافريقي. التركيبه العربيه الافريقيه مكون نادر يتجلى في ادب السودان على وجه الخصوص، وقد صفها الطيب صالح في كتاباته بوضوح. السؤال، هل استطاع الطيب صالح ان يقرب افريقيا للعالم العربي؟ أما زالت الصورة إكزوتيكية، وهل استطاع أن يقرب العالم العربي لإفريقيا؟ النقطة الثالثة وهي الطيب صالح والواقعية السحرية. خلعنا صفة الواقعية السحرية على أدب أمريكا اللاتينية كتوصيفنا لأعمال جابريل غارسيا ماركيز على سبيل المثال، وتنازلنا عن أصل سحريتنا الموجودة في تراثنا المكتوب والشفهي. فحسب قول الطيب صالح، الواقعية السحرية هذه لعبتنا، فأدباء أمريكا اللاتينية
جاءته أصلاً بتأثيرات من عندنا عبر إسبانيا ومن خلال ألف ليلة وليلة. سؤال: هل هبوط سقف حرية التناول الأدبي قد أفلت من أدبنا العربي براعة الحكاية السحرية الشيقة التي تتطلب الخروج عن المألوف؟ ثم النقطة الأخيرة: الأسلوب الاغترابي عند الطيب صالح، هل يعتبر الطيب صالح كلاسيكي الأسلوب أم تأثر بالآداب الأوروبية أم مزج بينهما؟ كيف تبدو فكرة الاغتراب عند الطيب صالح وكيف نقلها إبداعيا؟ هذه هي النقاط التي أود أن نتحدث فيها اليوم، وسوف نبدأ اليوم وسوف أعرف تدريجيا بالزملاء. سوف أبدأ بأستاذ محمد شاهين، وهو قد أحضر لنا تسجيلا صوتيا نادرا، للأسف لم أستمع إليه، سأستمع إليه معكم الآن. الأستاذ محمد شاهين هو أستاذ الأدب الإنجليزي ومقارن للجامعة الأردنية، رئيس تحرير المجلة الثقافية التي تصدرها الجامعة، له مؤلفات في الأدب المقارن منها عن طيب صالح وأدوار سعيد وأفق الرواية وتي إس إليوت وأثره على عبد الصبور والسياد. آخر أعماله صدرت الشهر الماضي حول تداعيات الثقافة وحوارات لمحمود درويش. تفضل أستاذ. شكرا سيد الرئيس. أنا لا أريد أن أقتطع من الوقت المخصص لكم، لدي شكرا. وقمت بالتدريب في هذا المكان، يعني في عندنا مخيط الطيب في هذا المركز. سألت طيب كيف تشعر الآن وقد راح صديقك الوسعين عن الدنيا؟ ألا تعتقد أنه أسطورة جميلة؟ فرد علي قائلا: الأسطورة ستزداد جمالا مع الأيام. وما كان مني إلى أن أخرجت سفينة صغيرة بدائيا سجلت هذه الكلمة الموجودة. طبعا الطيب يحتاج إلى مؤتمر خاص كما تعلمون، وكنت أتمنى لو حظي بالندوة الافتتاحية كما كان مقررا، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. على كل حال هذا مش من اختصاصي، انا اختصاصي فقط اشارككم في سماع هذه الكلمات الطيبه من الطيب في مدتها يعني لا تزيد عن 8 دقائق، وبعدها طبعا Burn.
شكرا جزيلا للدكتور محمد شاهين. ننتقل الان الى الاستاذ جمال مقهار. استاذ جمال مقهار هو خاص وروائي له 7 مجموعات قصصيه وخمس روايات وبعض سمات مقضيه في صوره قراءات. موضوع المداخلات هو قراءات في روايات الطيب صالح. نشرت اولى قصص استاذ جمال مقهار في مجله ابداع احتوت على 90 قصه قصيره. حصل على جائزه ساويرس في الادب المصري عام 2007. قرات قصه قصيره عن مجموعه سفر الطفوله والمصري والحمار وجائزه الدوله التشريعيه في الادب عام 1998. يعني اتمنى فقط ان نختصر المداخلات في 10 دقائق حتى، يعني نحن نضيف فقط للامور الموجود. كم دقيقة احتاج طيب؟ يعني اذا اختصرنا يعني فقط يعني اذا اختصرنا قليلا سنستمع الى الامور وسيكون الحوار افضل. سنعطي كل شخص من الجمهور دقيقتين فقط، إذا تنازلت الجمهور عن كل شخص عن دقيقتين هذا يكفي. شكرا جزيلا، تفضل تفضل يا سيدي. المايك يا دكتور من فضلك. كل ما يصدر ان هناك عده دراسه عن روايات الطيب صالح الاربع روايات. واكاد اكون قد انتهيت من اهتمامي باجزاء معرفه ببعض المسائل باختصار روايه موسم الهجره للشمال. ذلك أن الكتاب لم يكن بهذه الوفرة وكنا نتبادله فيما بيننا، وكان الرجل يعني في حالة من الاحتفاء الشديد بهذه الرواية، وهذا ما حدث لي وما حدث لكل من قرأ رواية موسم الهجرة للشمال، حتى أن عبارة واحدة كانت في كلمة رجاء النقاش ما زالت قابعة في الذاكرة. الجملة الأولى أقرأ وأنا لا أصدق نفسي، ذلك أن الكلمات أن العقل يحتفظ بالأحكام القطعية التي تتفق مع منطقيته وطبيعته المنطقية، لكن الروح تحتفظ فقط بما يثير الخيال. سأتقابل بين هذه الروايات لمحافظة على الوقت. سيكون علي في هذه القراءة أن أحاول أن أنا أقدم قراءة شخصية أتحاول أن تسلك بموضعي. في موسم الهجرة للشمال هذه الرواية العجيبة التي أدهشت الواقع الأدبي العربي بأكمله حين نشرت عام 66، وكلما مضى عليها الزمن سنراها تزداد سحرا وجمالا، شأنها في ذلك شأن كل الأعمال الأدبية العظيمة. لكن الأسئلة الكثيرة التي ستظل تقفز إلى الأذهان كلما عنا لأحد أن يعيد النظر في هذا القصر الأدبي الرائع ستظل أبدا غير مكتملة للتدريب له. الرواية صنفت بين أنواع الروايات التي تناولت العلاقة بين الشرق والغرب، مثل عصفور من الشرق، مثل الحي اللاتيني لزويد وتريس، مثلها مثل قتيل مهاجم. حقيقة الأمر أنا لا أراها كما على هذا الأمر، إنما أراها على نحو مغاير تماما، لم يكن الهم الأساسي هو إبراز
العلاقة بين شرق وغرب بدلالة الكلمة التي ضمنتها الرواية، أنه عندما تحدث عن نساء الغرب وعن الحياة في الغرب قال لهم أنهم مثلنا جميعا، يأكلون ويشربون، منهم من هم زارعون ومنهم صناع وهكذا. يعني سأنتهي سريعا من هذه الرواية بكلمة ضمنتها لنهايتها: السر إذا في رأيي المتواضع الذي انتهيت إليه في محاولة التماس الكشف عن جوانب هذه الرواية يبدو لي من جهة واضحا في استخدام لغة خاصة تلغي المسافة بين النثر والشعر، وهي تقدم تراجيديا عالية المستوى. هنا كتابة متأنية واعية تشبه وعزف نشيد سيمفوني له طابع إنساني عام يذكر على نحو ما بتراجيديا عظيمة. ومع ذلك ستظل رواية موسم الهجرة للشمال رواية متسامية تترفع وتستعصى على أي تفسير نهائي، شأنها في ذلك شأن كل روايات الطيب صالح الأخرى عرس الزين وبندر شاه وبندر شاه ضوء البيت وبندر شاه. سريعا كده ننتقل برضه لعرس الزين بعد أن أصبح طيب صالح أحد وجوه الرواية العربية لاقتدار وجدارة ارتفعت به وباسمي أصبح عليه أن يفرغ لواقع السودان الذي ورثت محبته به قلبي. في أول رواية من هذه الروايات وهي عرس الزين، في من وجهة نظري أنه كان يرسم يوتيبيا للعالم في هذا النموذج الصغير أو هذه القرية السودانية القابعة على خطاب النيل. كتبت رواية عرس الزين لتصور واقع قرية سودانية هي قرية واد حامد في مطلع الستينيات من القرن الماضي، واستدل على الزمن من الروايتين اللاحقتين وهم بندر شاه وضوء البيت. لو أخذنا مقطع صغير من الرواية هنشوف مدى هذا الاحتفاء وهذا التواشر بين الطبيعة والبشر في القرى السودانية. تتباعد الأعوام عاما طول عام، ينتفخ صدر النيل كما يمتلئ صدر الرجل بالغيث. شايف هذه المزاوجة بين الطبيعة النيل وبين الإنسان، أنه ينتفخ صدر النيل كما يمتلئ صدر الرجل بالغيث، ويسيل الماء على الضفتين فيغطي الأرض المزروعة حتى يصل إلى حافة الصحراء عند أسفل البيوت. تنط الضفادع بالليل وتهب من الشمال بكل رطبة مغمسة بالندى تحمل رائحة هي مزيد من مزيد زهر الطلح ورائحة الحطب المختلف وعبق الأرض الخضرة في الصحراء. هنا ستجد كل عناصر الطبيعة تتقابل وتتواجد كأنها شقوق حية للجيال في بناء ذلك العالم. إلى أن ينتهي العمل بنا ويضع يده على القيمة الأهم التي تمدنا بها رواية عرس الزين، وهي قدرة الروائي العظيم في الكشف عن طبيعة العقل الجمعي للسودان في فترة ما. القرية هذه من خلال هذه القرية السودانية المنسية الملقاة على ضفاف النيل. هكذا قدم الطيب صالح صورة خالدة باقية للقرية السودانية القديمة، وعمل كأنه عالم اجتماع يقوم بعزل جزء من الظاهرة الإنسانية تظل كاشفة وقائمة عبر شخوص حية عن طبيعة الحياة ومكوناتها النفسية والعقلية للريف السوداني ككل. الكلام الآن عن بندر شاه ضوء البيت ومريوت معا لأنهما جزئين، يعني هي رواية لكن الحقيقة ممكن قراءتها منفصلة، يعني لأن كل واحد منهم له هدف ربما يختلف عن الرواية الأخرى. ما أن تنتهي قراءة رواية بندر شاه بجزئيها ضوء البيت ومريول تنشأ أمامك عدة أسئلة: هل يمكن أن نقرأ كل جزء من العمل منفردا ومعزولا عن الجزء الآخر؟ في ظني أنه يمكن. وهل كل جزء منهما له طبيعة سردية منفصلة عن الجزء الآخر بل والرسالة أخرى؟ نعم، كل جزء منهم له طبيعة مختلفة ورسالة أخرى. ما شأن ذلك النسيب من الشعر العربي السوداني وأبيات أبي نواس وشعر البيتوري الذي صدر بهم بندر شاه مريوم؟ الحقيقة أن الروايتين هم بكائية، كل واحدة منهم تمثل بكائية على
الزمن الذي أصابه من العجز وغير وجه الحياة الذي عرض له في عرس السنين. يعني النص نفسه بيقول ما دام بتكريم وتحمد بقى متصوف والزين بقى من الاعيان وسيف الدين على وشك يعمل نائبا في البرلمان، ايه الغريب ان سعيد الجوم يكون اسمه سعيد عشر بيتات؟ انت فاكر وتحمد ايه وتحمد اللي انت عارفها؟ هكذا مدرك من مفتتح تلك الوجوه من البشر الذين تركهم محيم خلفه حين راح على ابو الخرطوم ليعمل معلم. ينتهي بنا النص في بندر شاهد أول بيت إلى نهاية من النهايات التي تقدم حلاً نهائياً لتلك البكتيرية، لا تقدم حلاً نهائياً لتلك البكتيرية بل تقدم نهاية مفتوحة تبث بدلاً من الجزء الثاني منها وهو بندر شاهد مديود، حيث تختلف طبيعة بنائها عن الجزء الأول ويقام البناء هنا على ثنائية مغايرة لثنائية ضوء البيت. القائمة على تراوح السرد بين الواقع وشطح الخيال أو الفانتازيا يتحول إلى إقامة بناء سردي يقع بين ما هو واقعي وبين نوع من الشطح الصوفي المحمول على أثر ديني ذي طابع إسلامي تراثي إسواء إسلامي. وستجد ما يؤكد لك ذلك في المقتطف المأخوذ من كليلة ودمنة الذي أقول مثلا للطبيعة طبيعة الشرح الصوفي الشيخ يبدأ النص بإضافة دور الدين في تشكيل الوعي العام ويمد الحياة والقدرة على تفسير الوجود وإعلاء رجال الدين وذلك التركيب وآلة التقديس التي يحيطهم بها العقل الجمع النور. الشيخ نصر الله ودى الحبيب إمام الجامع في طريق ويتحامد هو قطب زمانه بلا منازع والناس يقصدون من أطراف الأرض وديار المغرب وتونس ومصر والشام. الشيخ يفسر الوجود بروح صوفية حتى ما هو حسي مثل حب حواء بنت العريبي المرأة صاحبة الحسن والجمال لبلال يتم إخضاعه لذلك التفسير. فيقول الشيخ نصر يا بلال إن ظروف الوصول مثل الصعود في مسالك البلال الواعي ومشيئة الحق ضامنة. يا بلال إن حب بعض البشر من حب الله وهذه مسكينة الحب حبا لا أجده من جنس حب أهل الدنيا. كلما تقدمنا للقراءة في النص كلما رأيناه يدخل بنا أكثر في حالة الشرح الصوفي ليترجم العلاقة بين محمد ومريم أو هما مريود ومريم إلى نص أو حوارية تأتيه محمولة على مذاق من القصص القرآني بين سيدنا موسى وسيدنا الضبط. يقول لها ألا أسير معك أنني الآن قوي؟ تقول مريم لم تستطيع أقول لن تستطيع معي صبرا وقراء هذه فيداء بلادي. قلت اذا اجعل لي ايه قالت ايتك ما ايتك نسيه النص الى المسجد الى صوره مريود الواقعي بمريود الاسطوري او خيالي وقصه ما عندهم حقيقته يا مريود انت لا شيء. خاتمه اي كما يذهب اليه الناقد يظل النص متعاليا معصيا عن الكشف عن كل جوانبه وسرائه ويصبح معه خيرا وطيب صالح متساميا بنصوصه التي اثارت موجه كبيره من التغيير اجد ريحها واثارها في كتابات بعض كبار الكتاب تحيه وترحما وسلاما على روح طيب صالح وكل ما احلانا من متعه وجمال وشكر. شكرا جزيلا للدكتور محمد شاهين، وسوف نعود اليك لان ذكرت نقطه مهمه تتعلق ب دكتور جمال مخار عفوا. شكرا جزيلا لهذه المداخله، ويهمني هنا هذه العلاقه بين الشرق والغرب سوف نتحدث هنا لانها لا تلاقى بهذه الصوره التي كتب عنها كثيرا. سننتقل الآن إلى اليسار وليس إلى اليسار بشكل سياسي إلى الزميلة عزة كامل وسنتحدث عن المرأة في هذا الطيب صالح وبتعريف بسيط عن الأستاذة عزة كامل فهي خاصة
وكاتبة صحفية في العديد من الصحف المصرية والعربية، لها العديد من الكتابات والمؤلفات الأدبية، مؤسسة مبادرة شفت تحرش المعنية بمناطق التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، كما أنها المؤسس للشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في الإعلام. هي أيضا منصب عام لمهرجان أسوان لأفلام المرأة. الدكتور عزة كامل حصل على الدكتوراه في الفلسفة في التربية. تفضلي. مساء الخير. أنا هبدأ النخلة بتاعتي بتسامي، يمكن برضه بين الأحداث دلوقتي اللي بتحصل في السودان. هل طيب صالح له وجهة نظر خاصة نحو المرأة؟ هل كان يعبر أو يعتبر المرأة صاحبة ثقافة وقيم إنسانية أم غارقة في مظاهر التخلف بعيدة عن التقدم أو التغيير؟ أم كان يتنبأ بأنها ستحمل شعلة الثورة والتغيير فيما بعد؟ لقد أبدع طيب صالح عديدا من الشخصيات النسائية التي تنبض بالحياة والحركة، وأعطى كل منها دورا أثناء مجرى أحداث رواياته وقصص قصيرة، وتظهر هذه الشخصيات في مختلف ابداعاته حسب الفضاء المكاني والزمني. وهذا العالم مليء بفتيات ونساء ذوات إرادة صلبة وقدرة على الاختيار والتحدي، وخاصة في مسائل الحب والزواج. رغم أن هذا النوع لا يمثل الصورة الواقعية من الحياة الريفية التي كانت المرأة تابعة للرجل المسيطر صاحب النفوذ، لكنه كان بنظرة استشرافية لنساء بلادي ودولهن في التغيير الاجتماعي والثقافي. ومع ذلك نجد بعض النماذج النسائية المختلفة، ربما تكون نماذج سادية ومازوخية، خاصة في موسم الهجرة إلى الشمال. جين موريس، شيلا جارمود، إيزابيلا سمور، أن هامليت، وجميعهن متنى ميتة ليست طبيعية، إما بالسرطان أو بالانتحار بالغاز، قاتلة ومقتولة. يقول الطيب صالح أن المرأة ليست محورية في هذا العمل، هو الموسم الهجرة إلى الشمال، بمعنى أنه لا توجد امرأة تقوم بالدور الرئيسي في العمل، لكن الانتهوية من الأفكار المحورية في الرواية، لأن العدوان في التاريخ كله يقع على الجانب الانتهوي بالمعنى العام. هذا هو الجانب الانتهوي الذي لا يعلمه الناس، لكنه الجانب الموازي للذكوري العدواني. فالعدوان الذي حدث مع مصطفى سعيد مثل عدوان المستعمر نفسه، وضحايا مصطفى سعيد كانوا بشر. إذا المرأة الطيب صالح هي عالم حال، فلما نظرنا إلى أم مصطفى سعيد سنجدها قوية جدا، لكنها حملت كل تراث المرأة السودانية التي عليها أن تكون قوية، لأنها ترمرت وعليها ألا تظهر مشاعر. أيضا عن شخصية بنت المكذوب، بنت المكذوب يقول الطيب صالح عندما قال إن هناك جزاء في تصوير هذه الشخصية، البذاءة نحن نعرفها هي جزء من حياتنا، ولكن وظفت هذا الفصل الذي فيه بذاءة توصيفا أدبيا، أدبنا مليء بهذا ونحن جزء منه. يلخص الطيب صالح سيكولوجية الرجل السوداني المزدوجة في موسم الهجرة للشمال، مثلما استعمرت بريطانيا معظم بلدان العالم الثالث، سعى مصطفى سعيد إلى احتلال نسائه، فهو جنوب يحن إلى الشمال والصقيع. بدأ مقاطع من مصطفى سعيد في الرواية، بدأ لي كأنني أضاجع حليما كاملا في آن واحد. وزال يوم وجدوها ميلة انتحار بالغاز، ووجدوا ورقة صغيرة باسمي فيها هذه العبارة: مستر سعيد، لعنة الله عليك. فكرة الغرور والازدواجية التي يعيشها مصطفى سعيد، الازدواجية بين الغرب وبين بلده في التعامل مع النساء.
شخصية استعصت عليه اللي هي آن هاملت المرأة العربية، كانت بيحاول إن هي لم تكن مثل المخيار، قال فخدعتها ورمت بها وقلت لها نتزوج زواجا يكون جسرا بين الشمال واليمين، وحولت جوزة التطلع في عينيها الخضراوين إلى رعود. مع بنت المرزوق هي شخصية نتاج لكل المحيط الاجتماعي السوداني، حتى لو كانت هناك بداءة في بعض ألفاظها، تقول علي تلقي حق الحاج أحمد، كنت حين يرقد زوجي بين فرسي أصرخ صراخا تكفل منه البهائم المربوطة في مراحلها في الساقين. ودي حاجة مهمة جدا، رغم انه كان في المحيط او العرف الاجتماعي القريه اعتبرتها مجرمه بل مجنونه، وكانت بينظر اليها نظره مبيره، لكنها رغم قتلها وانها مجرمه كانت مفتاح للتغيير، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا نشوفها دلوقتي. حتى طيب صالح هو نفسه كان بيحلم بالتغيير من خلال صدام الحضارات اللي قدموا في موسم الهجرة للشمال. كمان في عرس الزين احنا عندنا نعمة بنت حاج إبراهيم اللي هي كانت إرادتها قوية جدا، ورسمها إنها مختلفة عن بنات البلد، كانت جريئة منذ طفولتها، وقال إنها صفعت امرأة صفعة قوية حينما حاولت المرأة تضم نعمة الطفلة إلى حجرها بالعافية، وأجبرت أبوها إن هو يلحقها بالكتاب عشان تتعلم القرآن، وكانت هي البنت الوحيدة بين الأولاد في الوقت اللي البنات التانيين ما كانوش بيذهبوا إلى المدرسة. كمان لما بلغت 16 سنة تعلم كثير من الرجال طالبين منها الزواج، ولكنها رفضت كلهم واكدت حبها نحو الزين ابن عمها، واعلنت انها عايزاه لانها كانت بتحب حب عميق، ولما سالها ابوها عن رايها انها تتجوز من نوم البيت وافقت عليه بقى بحازم. انا بتكلم هنا عن فاطمه بنت جابر الدار، ودي كانت حاجه مهمه جدا ان امراه بترافق غريب اللي هو جه فجاه كده طلع من البحر زي الاسطوره، وتبرر وتقعد معاه لوحدكم، وبنفهم انها كانت عينها منكم، فلما تعرض عليها انها تتجوزه هي وافقت. كمان مرت في شخصيه لو البيت اللي هي اخت محبوب، وهي ام التريفي اللي اصبح قائد المجتمع، بيصورها الروائي رمزا لشابه سودانيه بتفكر بطريقه فيها تطور، عندها احلام وعندها افكار، وانها تتقدم زي الرجال وما ترجعش للقواعد الاجتماعيه، او انها تحاول ان هي ترفضها. هي شخصية برضو ذات إرادة قوية عايزة تعمل تغيير، لأنها مش زي البنات اللي هي في مجتمعها، وكمان رفضت أوامر النظام الأبوي التقليدي، وتعلمت في مدرسة مع الأولاد وتفوقت عليهم رغم إنه ده كان حاجة مش طبيعية. كمان اتمردت على النظام الأبوي ده وحاولت انها تفوق القيود، واعتقد ده كان رمز للتغيير كبير جدا، وكان في معركه عنيفه دارت في بيت الحاج ابراهيم الاب والام، واثناء ما كانوا اخواتها غايبين، وده بتكلم هنا على نعمه اللي اصرت على رأيها وذهبت إلى بيت الزين وطلبت من أمه إن يتم تزويجها من الزين.
زي ما حسن الهند محمود في رواية موسى الهجرة الشامل. طيب صالح صور نعمة امرأة جديدة بالتقدير والاعتبار، هي نموذج الأنثى الجميلة الأفريقية السودانية الوعية الحازمة لطرح سيطرة الرجال في المجتمع السوداني، زي فاطمة بنت جبر الدار اللي هي كانت أصغر إخواتها أقل جمال، وتم تملي أبوها يقول إن أنا عندي أربع بنات حليمة ومريم وميمونة والله لينا، وده اسم ولد من ولاده، لكن أنا عليا بولد واحد وهو فاطمة، لأن هي كانت قوية جدا وكانت واعية باللي بيحصل حواليها. أحلام مريم لم تتحقق لأنها اتجوزت بكري وماتت مريم ودفعت أحلامها عن المستقبل المشرق مع جسدها. ونرى أحلام مريم بتدفن معاها في المجتمع المتمسك بالقوانين والنظم، لأنها الموت خطفها. ويمكن مشهد الموت بتاع مريم رسم صالح طيب بصورة رائعة ونبيلة وشفافة وجميلة، زي مشهد العرس. يعني تخيلوا مشهد موت بيتصور كأنه مشهد عرس في رونق وفي بهجة. فيقول الراوي: لم تكن بها علة ولم تنزل فراشات اليوم واحد أنها قررت أن ترحل فجأة، كأن كل الذي حدث لم يحدث. هو محمود يعني على كان يجلس على يمينها وأنا على يسارها ووحدنا معها كما أرادت، كانت خضرة مثل عروس ليس بها شيء سوى بعض حبات العرق على جبهتها، كان وجهها مخططة وعيناها تتلمعان مثل بنوك نغرس نخلة أو حصاد نستودع بطن الأرض سرا عزيزا سوف نتوخد عنه في المستقبل بشكل من كان مثل الرعد. طار رفعها محبوب عشان فشهق ضوء المصابيح على حافة القبر تبناها عند المدن. في بقى كمان شخصيات تانية زي حوار بنت عواريني في مريوط، ليه اختارت زوجها وحبته بلال. نعم يعني نموذج اخر عاش بره. انا فاضل لي كده خلصت ولا لا؟ خلاص انا مش هتكلم، انا كنت ناوي اتكلم عن النساء والجنس في ادب الملك خالد صالح، ممكن اتكلم عنه بعد كده. اللي انا عايزه اقوله انه ده عالم المرأة عن الطيس صالح في كل الشخصيات الأنثوية في رواياته وقصصه، لكن الجنس كان مهم جدا في موسم الهجرة إلى الشمال، وكان ليه طابع هو كان أقرب للانتقام منه إلى الجنس. هكتفي بذلك وشكرا. شكرا جزيلا دكتورة عزة، وسأخذ الاستجابة من بعد الدكتور والحضور. سأنتقل إلى الأستاذ سعيد الكفراوي، وطبعا هو يعني علم كبير، يعني لا تستطيع الكلمات أن تقول من هو سعيد الكفراوي، ولكن ربما من لا يعرف سعيد الكفراوي خاص مصري ينتمي إلى كل الستينيات، له إسهامات كثيرة وغزيرة ومتميزة في القصة القصيرة، وله نقلة واضحة كما أرى من كانت مظهرها الثلاثية مكتوبة هنا ليس مصريا فقط وإنما عربيا. وما أعرفه أيضا عن سعيد الكفراوي أنه من القلائل الذين يقومون بمعاونة ومساعدة الكتاب الشباب والكتاب الجدد، ولا أنسى أستاذ سعيد أنه قدمت لي الآفاق في كتاب ليس إثما. تفضل أستاذ سعيد. تفضل. بس
الطيب الصالح كلام الكاتب مر في حياة الكتابة طرح الأثر في الوعي الإبداعي العربي بالأحد. الطيب صالح اكتشف طريق يخص السرد العربي على طول تاريخه. إذا كان واحد قال كل كاتب يكتب ما كتبه الآخرون، لا جديد في الكتابة، الجديد هو الكاتب. والطيب صالح على طول تاريخه وبما أنجزه في فن السرد العربي جديد. انتبهنا للطيب وكنا في ذلك الوقت يعني مع رواية موسم الهجرة إلى الشمال وكاتب عنها رجاء المقاش، ورجاء كان واحد من أصحاب الشوق الرفيع يقدر يتنبأ بطبيعة الكاتب والكتابة من بدري، من أول طريق عمل ده مع شعراء الأرض المعتدلة وآخرين وعملها مع الطيب صالح. أنا فاكر أيامها كان عبد الحكيم قاسم مطلع أيام الإنسان السابع، ولما شاف حفاوة رجاء النقاش الطيب صالح بقى يصرخ في الشعب يقول اشمعنى الطيب؟ ما انا روايتي زي موسم الهجرة، كلنا ما كناش قرينا موسم الهجرة إلى الشمال، وحين قرأناها اكتشفنا إن الطيب لقى لقيته، انفتح باب على عالم نبهنا إلى وعي القرية سواء في مصر أو في السودان. كان صديقي دينيس جونسون ديفيد وهو مترجم موسم الهجرة إلى الشمال، وحكى لي إنه أقنع الطيب صالح يكتب فصل عشان الاثنين بيشتغلوا في محطة لندن اللي كان اسمها الشرق الأدنى، فكتب أول فصل وكاد يكسل بتتزاع مسلسلة، فدينيس ظل يضغط إلى أن أنهى الطيب صالح وهو كسول كتابة موسم الهجرة إلى الشمال. الطيب متعدد وغني وضميره مليان بالخير، وأخر الكلام على شغله وهقول عنه بعض الحكايات اللي كنت طرف فيها. رحنا الجنادرية سنة وكان الطيب صالح قريب جدا من أي ناس عارفين، وقريب جدا من آل سعود يحبوه ويستباركوا بيه. نزلنا في الفندق والسعودية بمواضعاتها والرقابة فيها والحذر الشديد، وكانت قاعات الدرس، وأنا اقترحت على الطيب ليه ما نعملش مقهى ثقافي زي مقهى مصر. هو تكفل بالأمر وعملنا مقهى في الجنينة بتاعت الفندق، وفجأة تاني يوم تالت يوم لقينا الشباب السعودي نزل علينا وبدأوا يتكلموا في السياسة ويتكلموا في الصراحة، والطيب صالح يقول شعر سوداني وأنا أقول شعر صلاح جاهين، وقلبنا الدنيا. ورب عيونه كانت مقفولة وزعمت الطيب لكن ما خفنا.
أنا أقطع دبري من أي دعوة للإمبراطورية في 85. السماحة اللي كان بيدير بيها الندوة ومحبة الناس وشعور إنه بيقدم شيء مختلف وشيء جديد على وطن زي ده ومحبته حتى بشعر صلاح الدين حافظ الرباعيات قد يقول الكفر والرباعيات بقيت أقول بالنسبة هذا الرجل طيب صالح من استطاع أن يكتشف الروح السعودية سوري الروح السودانية من عمقها وقدر الشخصيات اللي قدمها في رواياته تكون نموذج لاختراق ما هو عادي وما هو واقعي مشارفة تلك الشخصيات ما هو أسطوري في الأدب العربي وكان اتجاهنا في تلك الأيام قليل عرس الزين الرواية القصيرة من أبدع أشكال الكتابة اللي كتبها الطيب صالح فكر برضو حكاية عن الطيب صالح وعن روح حين حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل استفز الأمر يوسف وفي أقوال مكسر بيه بعد ما سمع لأنه هو سمع وحصل عليها أبي مصري ففيه إنه هو في إعادة النشرة عرف من نجيب محفوظ فاستفز وفقد أعصابه والساعة 11 بالليل خد نفسه على الطيب صالح الطيب له شقة في مصر وقعد فيها وكان تلك الأيام في مصر خبط على الشرق وكان ما بينهم ما فيش تكليف افتح لها مش عارف ايه يا ابن الكذا وفتح مين يستحق جايزة نوبل انا ولا نجيب محفوظ فالطيب السامح القوي قال له لا يا يوسف هو ازاي قال له شوف انت استمتعت بحياتك وسافرت وعشت وصادقت حريم وسكرت على قد ما تقدر هو بقاله 70 سنة مكفي على المكتب بيكتب روايات ودي الكلمه اللي قالها يوسف ادريس في هذا المكان صرحه وقال له على حقيقه الموضوع وقال له على فهمه لنجيب محفوظ الطيب صالح يعني من الكتاب اللي كتب وهو في العزله وكتب الطيب صالح كتابه من قلبه فجاءت شخصياته على الورق تتميز بانسانيه رفيعه وتتميز بانها مثال لبشر وبالتالي تلك الشخصيات اللي كتبها الطيب صالح على الورق سوف تعيش طويلا طيب حين تشير للضمير السوداني وانعكاسات هذا الضمير على الحياة كذلك الله تلك الشخصية اللي كتبها الطيب تلك المعرفة بهذا الواقع وبهؤلاء الناس ود مجذور وعرس الزين ودوم في ود حامل وهذا العالم الذي كتب بحكمة وتأمل للوجود انشغل الطيب طول رحلته بالبشر بهؤلاء أصحاب الروح المنكسرة اللي بتكمل شخصيات يوسف إدريس الباحثين عن ملاذ والباحثين عن مكان والباحثين عن وطن يمضي الزمن ويمتد وتتغير الأحوال وتتغير الظروف ويبقى أدب الطيب صالح منارة على حقيقة الإنسان يحمل
كيف كتبت الأسطورة وكيف تحول الواقع الرد المعاش إلى فن، وكيف تحول العالم الريفي القروي إلى شعر، وبالتالي سوف يظل بيننا طويلا الطيب صالح. شكرا. ما الفائدة؟ حتى الذين كتبوا من الكتاب ماتوا، فارقوا الحياة. الطيب صالح يشكل شخصية الإنسان النمطي السوداني، النمطي الزاهد في الحياة، الساخر منها، الذي يلخصها في أوجز العبارات وأقل الإشارات، بزهد الزاهد في الحياة وفي الدنيا وفي الكتاب. كان يقرأ الكتاب وما يحبها، كان يقول إن الكتاب أمر عصيب وصعب على الإنسان، ولكن لا بد منها لأنها تشغلني في ساعات عن الآخرين. فهذه منتهى التلخيص للزاهد في الدنيا عن الناس وعن الدنيا. حقيقة لا أريد أن أطيع عليكم، أشكرك بي أيها المصور، شكرا جزيلا. Thank you.
طيب يعني ما في كلام كثير بعد الابحاث اللي قدمت، لكن بس في اضافه قليله عن الطيب صالح. واحده من مصادر الطيب صالح ويمكن دي الناس اللي حطوها في تركيب الجمله وطريقه السرد عندهم هي استفاد من الحاجه والسيره الشعبيه السكانيه وبالذات كتاب الطبقات طبقات الضيف الله. وده بالمناسبه هذا الكتاب من الناس الذين قرأوه باهتمام وكتبوا عنه الرواية الكبير جمال الغيطاني. لأنه كان مهتم بهذه المسألة وكتب مقالة في مجلة الدوحة أشار فيها إلى كتاب الطبقات وحتى جف الخطوط في 81 وقال لي يا أخي ما في طبعة جديدة من طبقات الغيط الله، فجمال الطبعة جديدة غير الطبعة القديمة اللي كانت عنده، لأنه هي طريقة كتاب الطبقات تشبه الحكي الشعبي السوداني ويمكن برضه يكون في جنوب مصر موجود وفي اماكن اخرى. هذه واحده. الطيب صالح ايضا كان مهتم يعني احيانا يقول لك هو خير النقد ما كتب عن محبه. ودي واحده من عبارات الطيب صالح. يعني ما وقال انه كان النقاد كثير يعني شديدين كانوا معه. يعني هذه المساله. لانه طيب طبيعته ذاته طبيعه مسالمه يعني مبدع معارف اصلا، ولكن اذا استفزت احيانا يعني في واحد مره في قطع عربي اخر تحدث او شك بعروبه السكان، فالطيب صالح رد كتابه بالعاميه السكانيه، يا اخي نحن عرب اللي ما نقبل بعروبتنا على ما نقبل ان شاء الله ما يقبل يعني. فدي واحده. الطيب ايضا احدث نقله في صعيد تقنيات الكتابة السردية العربية في انه الى جانب مشهور على اللغة وتتحدث عنه الناس كثير استفاد في ذلك الوقت الستينات من تقنيات السينما وهو ايضا كان يعني مهتم جدا بالدراما حتى قبل ما يمشي للبي بي سي وهو معلم في كفاح المدرسة المتوسطة عمل نصوص واخرجها لتلاميذه في مدرسة كفاح والاستفاد من تقنيات السينما يمكن لو تشوف في موسيقى ديجا او في غيره في فلاش باك في المونتاج في كل هذه الادوات السينمائيه موجوده في داخل اعماله. يعني انا اذكر حاسه صغيره انه كرينا موسيقى ديجا بالشمال بعدين الوالد وانا وقتها كنت تلميذ بالمدرسه اعطاني الوالد والسنتين قال لي يا اخي اقرا هذا الكتاب وده اي شخص في السودان اذا قراه يعتقد انه ممكن ان يكتب مثله لكن هذا الوالد قال لي هذا السهل الممتنع. شكرا. شكرا جزيلا استاذ مهدوب دكتور خالد الامم. شكرا جزيلا. اولا كنت بحب الطيب صالح جدا كمتحدث يعني ساعات بقعد ادور على احاديث كلها ولقاءات معاه لأن بحب صوته وبحب طريقته في الكلام. أنا كتبت عن الطيب صالح لكن أنا هقول كده بعيد عن إن أنا كتبت عن الطيب صالح. أنا هقول في نقطتين اتنين بس. أول نقطة إنه حين أفكر في الأدب الخالد أفكر في الطيب صالح مباشرة. لأنه وساعات أسأل نفسي سواء في الطيب صالح أو بغيره أحيانا لماذا متى يكون الأدب خالدا؟ ما الجوانب في الادب التي تجعلنا يعني نفضل نقراه تاني وبمر 1000 سنه ونقراه وتخلي الطيب صالح نفسه يقرا المتنبي ويقرا الجماس ويستعدهم. ساعات اقول طيب يمكن لانه بيطلب حاجه في الروح الانسانيه عموما باقيه. ساعات اقول وصفه للطبيعه ساعات انا مثلا قريت موسم في الشمال وموسم الزين واكثر ما يلفتني وصفه للطبيعه. انه حاجه بعيده عن حدوته وعن الصراع المستعجل والمستعجل مجرد التقاطه للقطه صغيره في وسط الطبيعه. وانه انا ساعات افكر في انه ما يجعل ادب الطيب صالح خالدا انه من ناحيه سوداني جدا. يعني يلتقط الروح السودانيه الجميله. انا بالنسبه لي الطيب صالح هو خلاصه الروح السودانيه وانا اعرف سودانيين كثيرين واحبهم جميعا. لكن هو الذروه في التقاط الروح
السودانية، الروح الشعبية، الروح الفكاهية، الروح الساخرة، كل الصور ده جانب مهم جدا في أدب طيب صالح. على الجانب المقابل الطيب صالح مثقف جدا وحساس وقاري شعر وقاري حكايات شعبية ويعني سامع حكايات شعبية، وكل ده يصفى في كتاب الطيب صالح اللي تبدو سهلة جدا. يعني أنت تقرأ مصر الهجرة فالجملة تلفتك وإيقاع الشعر يوقفك، وهو نفسه لما بيقرأ المتنبي أنت هتستمتع. وهو كان في حديث قريب لما يشوف الحديث وهو بيتكلم عن أبيات أبي مواس بتلخص جوهر الفن، فهو حد مثقف بالمعنى العميق المثقف. الحاجة الثانية اللي لازم أتكلم عنها إنه الطيب صالح طبعا برضه وقف عن مصر الهجرة عشان زي يحيى حقي ما وقف عن أديله ماشي، وكل الناس اتعاملت طيب صالح على انه مسلم الهجرة الشمال، وده حقيقي وده له معنى. يعني الطيب صالح كان عنده موقف من مسلم الهجرة الشمال انه بطلقه مش مصطفى سعيد، بطلقه هو الرجل. هو قال كلام مباشر جدا مناد ونقال اخرين كبروه في ده، وقالوا ان بطل الروايه هو الرجل اللي تبدا بيه الروايه وتنتهي بيه، وهو كان يعني من بره الروايه واخد صف وجهه نظر الرجل. انما مع ذلك احنا كلنا ما اقتنعناش بالحكايه لانه الراوي ما لناش اي حاجه على حكايته خالص في لندن. وجاء لنا انا قعدت 7 سنين هناك وانا بحب البلد دي والشجره دي بترمز مش عارف ايه، وفي الاخر طبعا هو بيبان حلو جدا في التوزع الرهيب، انما في الحقيقه مش هو البطل. البطل اللي باقي عندنا هو مصطفى سعيد. رغم عن طيب صالح، لانه بقول لحضرتك طيب صالح بيزق بسكه احنا نشوف الراوي، انما لا احداث فخليني افكر في فكره المقاصد الواعيه للمؤلف. هو قاصد يقول الراوي راجل يعني هو اللي بيمثل وجهه نظر اللي هو بيحييها وبيأيدها وبيمشي وراها، لكن الروايه بتقول لنا حاجه ثانيه. دايما المؤلف بيقول حاجه والروايه بتقول حاجه ثانيه. ما تقوله مسلم الهجره للشمال وما قراناه جميعا واجيال الاحتراق انها التقطت وعي جماعي للناس السودانيين والافارقه والشعوب العالم الثالث هناك. وبالتالي يعني برغم انه طيب صالح حاول كثيرا من خارج الروايه ان يوجهنا الى شخصيه الراوي، انما فضلنا احنا مهتمين جدا بمصطفى سعيد. الا طيب صالح في رايي سيظل خالدا بسبب هذه الاشياء التي تبدو بسيطه، بسبب بساطته وعمقه والتقاطه للروح السوداني الجميل. شكرا جزيلا. والمنطقات اللي هي بتتكلم عن الدول عن انتمائنا للوطن العربي مش لافريقيا. الطريق صالح هو اللي خلاني اكتشف ان انا لا انا مش بنتمي بس للوطن العربي، انا بنتمي كمان لافريقيا. هو البواب يعني هو اللي فتح لي المفتاح السحري بتاع افريقيا. انا ما عرفتش افريقيا غير من الطريق صالح، ما عرفتش السودان غير من الطريق صالح، ما تعرفتش على انه في ادب افريقي غير من الطريق صالح. سؤالي بقى للاستاذه عزه، يعني انا طبعا علاقتي بالطيب صالح انه بيقدم المراه بصفاتها شخصيه قويه بتتحدى الظروف. شكرا للاستاذ سعيد الكفراوي، واشكرك انك اتحت لنا من وقتك بعض الوقت. استاذ سعيد تكلم 10 دقائق فقط. انتقل الان الى زميله جهاد. انتقل الى زميله الدكتوره جهاد محمود. موضوع مراجعه الدكتوره جهاد هو تقنيات قراءه السرد الروائي لموسم الهجره الى الشمال. الدكتوره جهاد مدرسة أدب المقارنة والنقد الأدبي الحديث بكلية الألسن، وهي عضو لجنة الترجمة أيضا بالمجلس الأعلى. نستمع إلى الدكتورة جهاد. تفضلي. بس
النقد في السنوات السابقه كانت تستقرض يعني تستغرقني تقنيات تحسين الاحتياجات مع حدث ما بعد الحداثه، ولم يتفرغ الى ذهني ان ادخل الى هذه الروايات من منظور علم السعر. طبعا يعني من خلال المؤتمرات والمرات البحثيه التي تناولت ادب الكيف الشرق ومنهم استاذ جمال دلوقتي والدكتور عزه، كل من يتناول ادب الطيب صالح او موسم الهجره للشمال يتناوله من خلال مساله الصراع الحضاري بين الشرق والغرب ومساله الجنس في ادب الطيب صالح وقضايا الملاحظ والعيار. من خلال هذا التناول ننسى النص السردي نفسه، فهذا ما جعلني ان ادخل الى روايه موسم الهجره للشمال طبقا لتقنيات علم السرد، وهذا جعلني انا نفسي يعني اتخذ بعض الخطوات الى الوراء بانني اطرح تقنيات قراءيه واتناول الروايه من خلال منظور علم السعر. باختصار لان انا شايفه يعني عدد النقاد الحاضرين قليلين او قليلون والباقي مبدعين يعني، فهذه القراءه او هذا البحث كان محضر الى محقق الروايه في صوره بحث متكامل، ولكن شاءت ظروف ان اتناول البحث اليوم بالعرض في هذه المائده. القراءه بتنقسم الى ثلاثه مستويات. المستوى الاول من مستويات القراءه هو قراءه ما قبل النص، وقراءه ما قبل النص تناول فيه قراءه العنوان ثم قراءه الغلاف اولا ثم العنوان ثم ثالثا الايداء اذا كانت الروايه تحتوي على الايداء. ثم قراءة نفس النص نفسه وهو يتناول التحليل السردي للنص، وهذا المهم عندي لأنه التحليل السردي أتساءل فيه بعض الأسئلة زي من هم الرواة في رواية موسم الهجرة للشمال، ما هي النماذج الإنسانية الموجودة في هذه الرواية، كيف تدخلت الأمكنة، ما هو الإيقاع الزمني الموجود في الرواية، كيف كان الحوار في النماذج الإنسانية الموجودة في هذه الرواية، كيف تم تلقي هذا النص في الثقافة العربية والثقافات الأجنبية، وهذا ما يعبر عنه المستوى الثالث من مستويات الدراسة وهو قراءة ما بعد النص، خاصة أن نص موسم الهجرة للشمال تم ترجمته إلى لغات متعددة، فالمستوى الثالث يبحث في كيف كان تلقي الثقافة العربية لهذا النص وكيف كان تلقي هذا النص في الثقافات الأجنبية. أبدأ معكم بقراءة ما قبل النص وهي تتمثل في قراءة الغلاف أولا، و يعني هناك تنظيرات كثيرة في البحث المتكامل عن الغلاف، ولكن أبدأ بما أشار إليه أستاذ جمال مقار بأن الطيب صالح كان عندما كتب هذه الرواية في صورة مسودة كان يعني سعيد بها جدا ويمررها على كثير من النقاد، وكانت الرواية بدون غلاف لسنوات عديدة في صورة مسودة. ثم بعد ذلك عندما تم طباعة الرواية في الطبعة الأولى تم عرض أحد الأغلفة عليه وهو وافق على هذا الغلاف، وبالتالي هذا الغلاف الذي تناولته بالدراسة طبقا للتشكيل اللوني وبعض الرسومات الموجودة فيه لأنه الروائي وافق عليه أنه عبر عن النص، إذا فالغلاف يعتبر هو المدخل الشرعي لدراسة نص موسم الهجرة للشمال وبيعبر عنه. طيب طبقا لهذا التنظير الدور الثقافي يتحقق في هذه الرواية بداية من الغلاف الذي يرصد صداما تشكيليا بين طرفين أو بين ثقافتين، هما ثقافة الشمال ونقيضها الذي يستدعيه العنوان منطقيا وهو الجنوب، لأن النقيض يستدعي نقيضه بالضرورة كما يقول المناطق. وقد جاءت لوحة الغلاف معبرة عن هذا الصدام، إذا انشطر الغلاف شطرين متقابلين ومتواجهين في الآن نفسه، فالجانب الأيمن يكاد يكون خالصا للجنوب لأنه يضم وجها ذكوريا لشخص في ثلاثينيات العمر تقريبا، ومجمل الملامح التي يضمها هذا الوجه تنتمي إلى الجنوب، وعلى وجه التحديد ينتمي إلى السودان، لكن هذا الانتماء احتوى ضمنا على دلالة تحتاج إلى تأمل.
مقابل الذكورة في الجانب الأيمن تأتي الأنوثة في الجانب الأيسر، وفي مواجهة الجنوب لذكوريته الزرقاء يحضر الشمال مجسدا في الأنوثة برقتها التي تمثلت في اللون الأصفر. لكن هذا اللون لم يكن صاحب السيطرة المطلقة، بل إن اللون الأنثوي حاطته بعض النقوش والعلامات التي يمكن أن تقدم إضافة بالغة الأهمية، إذ ربما تكون هذه النقوش إشارة إلى عالم الحرية والانطلاق في الشمال مقابل الجنوب والحصار في الجنوب. واضح إذا من الملاذ أن هذا يكون تلخيصا لمضمون الرواية والمستهدف مما تدمره من إسقاطات ثقافية وحضارية. وذلك راجع إلى مجموعة الثنائيات التي جمعها الولاد، اللون القادم في الوجه الذكري وصفه رمزا للخلود والجمود في الجنوب، ويقابله الوجه الأنثوي في الشمال بألوانه المعبرة عن الانفتاح والحرية. طبعا معلش أنا عفوا أنا بتكلم بسرعة عشان ألحق في الوقت بتاعي أكمل بقية المعلومات. ومن اللافت أن منطق الولاد قد عمد تنصيف الوجهين تمهيدا للجمع بينهما مع احتفاظ كل منهما بخصوصيته الحضارية، كما تعمد وضع العنوان بين الشفرين مع تمهيده باللون الأزرق للإشارة إلى غلبة القيود والعنف الجنوبي على الحرية والرقة والنعومة الشمالية، وهو ما تحقق في وقائع السنة. كما تعمد وضع اسم المؤلف في أعلى الجانب الأيسر إشارة إلى انحيازه إلى ثقافة الشمال، وهو ما كان نوعا من الإشارة لنهاية الرواية عندما حاول البطل الخلاص من هذا المصير بالسباحة إلى الشاطئ الشمالي من النهر. هذا باختصار يعني تحليل ولاد موسم النهر إلى الشمال. المدخل السلمي لقراءة هذا النهر لقراءة ما قبل النص هو العنوان، وأيضا فيه أشياء نظرية كثيرة عن العنوان ووصفه عقبة من عقبات النص أو يعني مفتاح لمدخل النص، وبالتالي هو مدخل آخر شرعي من مدخل قراءة نص من الهجرة إلى الشمال. وتوجه القراءة لربط النص وشخوصه بسياقات المضمرة أو الظاهرة لا تتنافى أبدا مع عقيدتي النقدية. هذه العقيدة بتتمثل في أن الإبداع يتجسد في كيفية استحضار هذه السياقات والأدوات المستخدمة فيها، وليس بين أيدينا من وسيلة مادية سوى اللغة بكل مكوناتها الإفرادية والتركيبية بكل مردودها المعجمي أو وظائفها النحوية. بهذه العقيدة نتجه نحو العنوان، وبخاصة مفرداته التي تبدأ بمفردة موسم التي تكاد تعطي الهجرة طابعاً جماعياً، لكن السرد يقود هذه الجماعية إلى الخصوصية الفردية. ثم تأتي مفردة الهجرة ولا تقتصر مهمتها على عملية الخروج من الوطن إلى الغربة، وإنما هي هجرة من نوع خاص، هجرة يمكن أن نقول عنها أنها هجرة ثقافية، هجرة في الزمان والمكان، هجرة في الداخل النفسي على وجه التحديد، هجرة في المسلك الحياتي. ثم تأتي مفردة الشمال لتقودنا إلى حقلين كان لهما حضورهما الواضح في النص. حقل الزمان والمكان بوصفهما الحقلين الكاشفين عن الحدود الممارنة للنص. فنلاحظ مثلا في النصوص الريفية صياغتها بيميزها بعض الألفاظ الريفية، أو في النصوص الحضرية حقلها الخاص. بل كما اجتمع في نص موسم الهجرة إلى الشمال إذ كانت حركة السرد متحركة في الأساس بين لندن وقرية الراوي والخرطوم، فمفردة الشمال هي التي قادتنا إلى هذا الملحظ السياسي، لأنها بحكم الموضع تستحضر مقابلها الجنوب. وظهرت ضد الظرف المكاني الشمال يوازيه في العمق تردد الظرف المكاني الجنوب، وهو ما حول المكان إلى عالم متكامل من الأعراف والتقاليد. غواية نصية مع ظرف المكان يوازيها هذه الغواية مع ظرف الزمان، وبخاصة الزمن الماضي اللافت أن النصية تخترق كثيرا هذه الزمنية الماضية لتغادرها إلى لحظة الحاضر، ولا يكاد يخلو نص روائي من الظرف الدال على هذا الزمن الآن. وتختلف النصوص في تعاملها مع الظرف تبعا لرغبة الراوي في الهروب من زمن إلى آخر، ومحاولات الاستقرار فيه استقرارا دائما او مؤقتا، وهو ما يمكن متابعته في نص موسم الهجرة الى الشمال، حيث بلغ تردد الظرف 49 ترددا، اي انه كان يتردد مرة واحدة في كل صفحتين تقريبا، ومع هذا التردد يدخل الراوي والمتلقي في اطار اللحظة الزمنية. وقد حرص نصه ايضا على ان يردد ذات الشمال
مره، وكانه يستمتع بالتمديد الضرب، لكنه يستجلب نواتيبه الدماليه التي تفجرت من العنوان الخارجي، ثم يتسرب في المد الداخلي حيث تجمع نصيته بين الشخصيه الاصليه والشخصيه الاسقاطيه في منطقه القلق الجنوبي المحايد بين الجنوب والشمال، حيث يسعى الجنوبي الى صقيع الشمال لينشئ جسرا مشتركا بين هذين المتناقضين، وان مكتمل هذا الجسر بحال من الاحوال. وظل الشمال في منطقه الثقل الحضاري بوصفه بشاره الانقاذ الثقافي، لكنها بشاره مظلت في حيز الاحتمال الذي قد يتحقق وقد يجيء في بعض الاحيان، او لنقول ان هذه البشاره ظلت في دائره التمني. فالاتجاه شمالا كان محور السرد الذي صاحب مصطفى، وهذا الاتجاه هو الذي سار فيه الراوي سابحا الى الشاطئ الشمالي للنهر في محاوله للخلاص من قدر الغرق الذي حصر مصطفى. اما عن المفارقه والعنوان، فالقراءه لنص موسم الهجره الشمال تدرك مدى اعتماده على بنيه المفارقه بوصفها بنيه لصيقه بالدراميه من ناحيه، ولصيقه بالصدامات الفكريه والنفسيه والجسديه من ناحيه اخرى. وهو ما يعني ان المفارقه احدى الركائز الاساسيه التي تعتمدها الادبيه، وخاصه الادبيه المنفتحه، تلك التي تتعدد نواتجها مع تعدد القراءه، او لنقل ان نتيجتها يقع دائما تحت طائله الاحتمال، ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا اذا صارت خطوط الدلاله في اتجاهات متعاكسه، او على الاقل تعدل من اتجاهها بعد التعديل. ويمكن متابعه الكثير من الخواص التقابليه في نص موسم الهجره للشمال، اذ ان العنوان يعتمد على هذا التقابل، كما اشرت في الاولاد لان حضور مجرد الشمال في متنه تستبعد حضور مقابلها الجنوب في فضائه، وبين الشمال والجنوب يتحرك السرد منحازا الى هذه الجهه او تلك، او محايدا بينهما وبين الانحياز والحياد، اقام مفارقته على الصدام الحضاري بين الجهتين الجنوب والشمال. ومن توابع هذا الصدام صدام خاص بين الشقوص، شقوص الشمال وشقوص الجنوب، ثم شقوص الشمال مع شقوص الشمال، وشقوص الجنوب مع شقوص الجنوب، يعني هذا الصدام لم يكن بين الشمال والجنوب فقط، هو صدام بين الذين يعيشون في منطقة الشمال والشمال، وبين الذين يعيشون في منطقة الجنوب والجنوب. دكتور عزة أشارت إلى هذه السيدة التي أقرروها في نفس منطقة الجنوب، كان يوجد صراع بينها وبين من هم يعيشون في نفس القرية التي كانت تعيش فيها. ففي الشمال عالم الأعراف والتقاليد التي حملها الراوي معه، ثم حملها قرينه مصطفى في الجنوب عالم الموروث الثابت في بعض مع بعض إضافات جلبتها الحضارة الوحيدة. هذه كانت، أنا أعرف أنني استغربت بعض الوقت، هذه كانت قراءة ما قبل النص. بقية البحث يحتوي على قراءة النص نفسه، وهذا ما يعني بشكل شخصي تحليل النص ودقة الإمكانيات عن السرد، ثم قراءة ما بعد النص، وسوف يعني تجدون هذا كاملا في البحث. شكرا. جزيل الشكر للدكتورة جهاد، ونحن نتشرفون ان نقرا هذا النص، وخصوصا ان نتبع هذه الالوان التي تحدثت عنها. هو في الحقيقه الظروف معينه، بس انا يعني ما كانش عندي وقت ان انا اطبعه للمتلقي، يعني هو دلوقتي معايا على الموبايل، بس الصوره صغيره ما كانش الكل هيشوف، بس الصح ان لو البحث مطبوع، انه دائما لما في دراسه تناول فيها الولاد بجيب صوره مطبوعه الوان منه في الدراسه وطبعها معايا. بالنسبه للشغال طبعا مواد البدايه. نعم. هي الدار العلمي. نعم. وفي مركز القاهره. لا هي دي الاغلفه عندي، بس انا اشرت في الدار العلمي. سوف نترك هذا الحديث مع واخيرا وليس اخرا الاستاذ ابراهيم احمد عيسى، حاصل على تقدم المعلومات وتقديم الكاجر، وحاصل على دبلوم في مجتمع الاستثمار ديجيتال، حاصل ايضا على كتاب الكاتارا للروايه العربيه عام 2018. اهلا بكم. مساء الخير.
في البداية يمكن كان بشكل شخصي جدا من اخواني الطالب، خاصة اخواتي جاءت متأخرة جدا للأدب، كان عندي إشكالية مع كثرة تناول اسم طالب صالح، إن ممكن يكون في هالة مقدسة حوالين اسم طالب صالح، وابتعدت عن الأدب كثيرا حتى بدأت أقرأ كتابة مؤخرا. لم أكن أعرف قدر الرجل، ولكن مع قدرة البحر الأوراق تعرفت على جوهرات نادرة من جوهر الأدب العربي، وإن كانت كتاباته تحمل تعبيرا مفعما للمحلية السودانية إلا أنها تحمل إلى جانب عبء الهوية فراغا وعبقرية وصفات لا حدود لها. تتجسد الكلمات بترسم غير زائقة ندبية وخلاصة سيرة العقل والنفس، تحمل حضارة بأكملها وزخم ذاكرة قوية يتسلح بها ويقاوم مقدما النصوص الرابعة، هي مزيج من الإبداع وفقد الهوية والثقافة العربية والإفريقية. نبحر من أعالي في ذلك الجنوب القصي، فنجد أنفسنا هناك في لندن نخوض نهر الطيب، رؤوسنا الهجرة إلى الشمال هي حوار بين المستعمر والمستعمر. لقد مثلت رؤوسنا الهجرة إلى الشمال نموذج متميز لشعارية الحكي والقصد، تفاصيل لتجربة حياتية ومواقف فكرية حية، وكأن روح التاريخ والزمان وكامل خيال البشر سكن في وجدان الطيب صالح ليكتب نصا كهذا. لقد كان النص مثالا لشخص اجتمع فيه حضارتان، حضارة الشرق بملامحها الروحانية الغامضة مع وساطتها وتشعبها تتحرك مغفرة، وحضارة الغرب بتقدمها وسلطتها المادية. تدور احداث موسم الهجرة الى الشمال حول اشكال العلاقة بين الشرق والغرب، علاقة التربص والحذر والرغبة الكاملة في الصقر من المستعمر الأوروبي لبلاد الشرق وجنوب المتوسط. وبنية الرواية تتكون من البطل الإشكالي مصطفى سعيد والراوي المشارك، وهو يجري الراوي السيرة من الحكاية الشعبية، وهو يروي جزءا من الحدث بضمير المتكلم ويروي جزءا آخر بضمير الضامن، ويظهر صوت الراوي واضحا من أول سطر في الرواية إلى آخرها. تبدأ الرواية عندما كانت تمر شرارات الاستعمار في الجنوب، ذهب مصطفى سعيد إلى بلاد الغرب الغازية، صارت مدن وأطلاع الغرب كلها في جسد المرض. الدكتورة كانت بتتكلم يعني قبل عن المرضى الدكتورة في رواية الطيب الصالح، صارت مدن وأطلاع الغرب كلها في جسد امرأة ينفس حمى تقرأ فيها، ذلك كان الغزو. وكما كان الجسد الأرستقراطي للمرأة هو وسيلة للارتقاء الطبقي في رواية محفوظ بداية ونهاية، فقد تحول جسد المرأة عند الطيب صالح وخاصة جسد المرأة الأوروبية إلى ساحة الصراع والغزو. هذه إنجلترا التي احتلت بلادها عسكريا ذهب ليغزوها في عصر دارها، تدخل المرأة في غرفة نوم وتخرج منها تحمل آلام وجرثومة شبهها بالمرض في دمها تموت دون أن تنبس فمن تشفها، ليلبس بكلة حالة من ثوبها. وصلت حياة مصطفى سعيد كصحراء يابسة ومتاهة للغابات الجنوبية، ما إن يأخذ مراده من امرأة حتى يبحث عن فريسة غيرها يروي بها ظلمة، كان بحر غرائزه لا شاطئ له، فيقول: فأمسكت يدي وقالت لي، نص من الرواية فأمسكت يدي، هذا يفسر كل شيء.
ولابد انه قابل جدتك وهي تجني العنب في فستان اشبيليه، ولابد انه احبها من اول المنظر وهي ايضا احبته، وعاش معها فتره ثم تركها وعاد الى افريقيا، وهناك تزوج وخرجت، وخرجت انا من سلالته في افريقيا، وخرجت انت من سلالته في اسبانيا. وتخيلت هنا لقاء الجنود العرب في اسبانيا مثلي في هذه اللحظه اجلس مبارك ايزابيلا سيمور. ظل الجنوبي تردد في شعاب التاريخ في الشمال، انما انا لا اطلب النجم مثل لا يطلب النجم، وكان الطير الصالح يتحدث عن نفسه. كان صغره من نساء الغرب لم يكن بسبب الاستعمار الغربي الحالي لبلاده، فهو انتقام لضياع النص الماضي. احداث الروايه تسير في خطين متوازيين، حدث بالمفاوضات على حياه مصطفى سعيد في الغرب، واخرى ترصد واقع بلده في الجنوب. وهنا تكمن ملاحظه مهمه تتعلق بتكنيك الروايه، وهي ان الراوي لم يجعل بطل الروايه يتذكر ويسترجع ما حدث له في اوروبا الا بعد ان عاد واستقر مره اخرى في بلده. وهذا يعني هنا ان المكان في الروايه يقوم بدوره البطولي، فكل الاحداث تتحرك في رحمه كما يتحرك الجنين في بطن الام. الروايه في مجملها تعتمد في الغالب على اسلوب السرد والتعبير، وهو ما برع فيه الطيب صالح، اما الحوار فهو محددا جدا. لذلك غلط في اسلوب الروايه بقدر من الشعرية الرقيقة، وهي واقعية وذات أبعاد رمزية، تمتلك شؤونا وعبء خاص بالهوية التي تبرز من خلال النص في كل فقرة. ومن خلال سرده الأحداث يكون صورة على واقع قريتها عاداتها ومعتقداتها، لكنها ليست صورة مباشرة، وهذا يكون من هو قائم. مثل صعبة إسماعيل بطل رواية تمديد المهاجم، لكنها نكشفها من خلال السرد ومضامين الكلام، فالرغم من خلال أسلوبه ومكاشفة في سرد الأحداث والمواقف التي حدثت في القرية، مثل زواج بنت الريس لبنت محمود رغما عنها، كان ذلك ثورة لحقوق المرأة المسلوبة، حقوق المرأة المسلوبة في بيئتها، ثورة على بيروقراطية. ثورة على النظام الحاكم ونظام التعليم الذي يحمي غرضه فقط في إخراج موظفين لخدمة أغراض المستعمر. لقد كانت المرأة في رواية موسى مدجة إلى الشمال هي الوطن. وفي هذه الرواية تعكس الحقيقة تأسيس لتيارنا بعد الاستعمار ومحاولة المستعمر للكتابة للرد على المستعمر وتبيان العلاقة بين التابع والمتبوع. وتجسيدا لجيل من الغباء نشا وترعرع ناقدا للاستعمار، وعاش وعيلته وشهد تدمير اسس الهويه وتفتت جسد الوطن العربي. شكرا. و يعني سعيد بهذه المشاركات في التاريخ، واتصور ان كل شخص منكم كان يريد ان يتحدث بربع ساعه اكثر على الاقل للطيب صالح. الآن أفتح مجال للجمهور ليسأل يتساءل. تفضل تفضل. هل في ميكروفون الأخير كان في الحطوم في الجنوب.
قابلته وانا شاب في ذلك الزمان في سبعينيات القرن الماضي، وكنت متحمسا جدا لمقابلة الطيب صالح. وقد سمعت عنه، فلما قابلته اول مره بدات اتكلم باللغه العربيه، وكنت اعلم انه ممتلئ بالمتنبي. فاستمع لي وضحك وقال: يا عمي كلمني بالسوداني يا عمي. لا، قال لي انا راجل بسيط، كلمني بالسوداني. فكانت هذه هي الصدمه الاولى لشخصيه الطيب صالح، بساطته وروحه المرحه. واللقاء الاخير كان في الخرطوم، حينما قابلني قال لي: انت يا عمر قاعد مع الجماعه دي هنا؟ انا جاي من برا. قال لي: احسن لك، لانه هنا ما بتقدر، انت زول عندك روح الكتاب، لو قعدت هنا ما بتقدر تطلع ولا تكمل. وكانت هي النصيحه التي نقلتني الى عالم الكتاب وعالم الابداع. لكن لو تسمح لي اريد ان اتكلم في دقيقه او دقيقتين عن الطيب صالح، الرجل الزاهد الساخر سخريه من الحياه، ولخص كتابته كلها في زهده من الحياه وفي مؤلفاته. في مريود يقول: يا مريود انت لا شيء، لا احد يا مريود، انك اخترت جدك يا مريود، وجدك اختار لانكما ارجح في موازين اهل الدنيا، وابوك ارجح منك ومن جدك في موازين اهل العدل. لقد احب بلا كلل، واعطى بلا امل، واقام على عجل، وحسى كما يحصى الطائر، واقام على سفر، وفارق على عجل، حلم احلام الضعفاء، وتزود من زاد الفقراء، راودته نفسه على المجد فزجرها، ولما نادته الحياه قلت نعم، قلت نعم، قلت نعم، لكن طريق العوده كان اشق لانني كنت قد مشيت. هذا هو الطيب صالح. الطيب صالح يتكلم عن الموت، يقول: الموت حدث اعتيادي يحدث كل يوم حولنا، لكن في كل مرة عندما ينمو منا ويخطف عزيزا لدينا نفاجأ ونعيش حالة من الصدمة، ربما لأن الموت يأتي على غفلة منا. الطيب صالح ساخر من الحياة، ساخر حتى من الكتابة، من كتابته. ما الفائدة؟ حتى الذين كتبوا من الكتاب ماتوا، فارقوا الحياة. الطيب صالح يشكل شخصية الإنسان النمطي السوداني، النمطي الزاهد في الحياة، الساخر منها، الذي يلخصها في عبارة، في أوجز العبارات وأقل الإشارات، بزهد الزاهد في الحياة وفي الدنيا وفي الكتاب. كان يقرأ الكتاب وما يحبها، كان يقول إن الكتاب أمر عصيب وصعب على الإنسان، ولكن لا بد منها لأنها تشغلني في ساعات عن الآخرين. فهذه منتهى التلخيص للزاهد في الدنيا عن الناس وعن الدنيا. حقيقة لا أريد أن أطيع عليكم، أشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. من يقرأ مقالة الطيب صالح سواء في النصوص الأولية أو النصوص
القصيدة في قصص القصيدة ليدرك ذلك المعنى بشكل واضح جدا. في كتابة القاضي صالح هناك اعتناء شديد حد القداسة باللغة للتكوين المفرد لتركيب الجملة المكثف عالية الكثافة، يعني هو دايما عنده التنسف سنتس يعني حاجات صغيرة جدا، الاهتمام أحيانا بعلامات التركيب. قصص القاضي صالح القصيدة أتصور أنها لم تكن موجودة، كان الاعتناء غالبا يأخذ الباحثين إلى الصحيح. أوصل هنا للشمال وعرس السيف، لكن من تشاهد مريوم المجموعات القصصية اللي هي كل مجموعة في حد ذاتها تنطوي على عدد من القصص، أحياناً تشعر كأنها توالي يعني روح طيب صالح. فالقصص تكوين مفردات العالم كأنه أقرب إلى لوحة تشكيلية، صورة النهر، النخلة، شكل البيوت، طريقة التحدث ونطق الجمل. هناك اعتناء شديد بالتفاصيل، فأنا أتصور أن كثير من الباحثين هم في حاجة إلى إعادة قراءة قصص طيب صالح القصيرة. يبدو السؤال الكبير الذي التفت إليه الدراسات الثقافية ودراسات مع المستعمر، تحديدا العلاقة بين المستعمر والمستعمر في مطرح القاطع والكولونايز، ده موضوع الكلام فيه كثير جدا، أشار إليه الدكتور سعيد وغيري، الدكتور خير له كتاب مهم كثيرا في هذا المكان. لكن هناك كتاب أنا قرأته بالإنجليزية لألبرت بيم، وهذا الكتاب ده أعرف ماذا هو كتاب يعني دخل في طي لم يكتب عنه أو لم ينتشر كثيرا زي كولونايز، ربما لأنه مترجم على الفرنسية لأحسن، وكان كتب في الفرنسية أولا ثم ترجم إلى الإنجليزية، وهو أيضا يحاول أن يرسم طبيعة تلك العلاقة المعقدة، يعني هي أشبه بعلاقة الزوج بزوجته، أحيانا فيها تشعر فيها بالحب، أحيانا تشعر فيها بالكراهية، أحيانا بالاستبداد، ممارسة أشكال الهيمنة. هذا المحور في أدب الطيب صالح كبير، لكنه أيضا منتقم أو منسجم مع تفاصيل الطيب صالح التي تجعلنا نتساءل في بعض الأحيان. هذا الطيب صالح كاتب محلي من كاتب عالمي. فكرة شديدة أهمية طرحت أيضا على نجيب محفوظ بعد نوبل، لكن في تصوري الإغراق في محليته، الإخلاص لهمه الإنساني والوطني والبيئي بالمعنى الجغرافي، هو الذي أكسب طيب صالح وأكسب أدبه هذه الدرجة من الإنتشار. أنا أشكركم طيب نستمع الى الدكتور مرزوق عبد الرحمن الدكتور زوما طيب يعني ما فكر كثير بعض الابحاث اللي قدمت، لكن بس في اضافه ثانيه عن الطيب صالح. واحده من مطابق الطيب صالح ويمكن دي الناس يلاحظوها في تركيب الجمله وطريقه السرد عنده هي استفاد من الحاجه والسيره الشعبيه السكانيه وبالذات كتاب الطبقات طبقات الضيف الله. وده بالمناسبه هذا الكتاب يعني من الناس الذين قرأوه باهتمام وكتبوا عنه الروائي الكبير جمال الغيطاني، لانه كان مهتم بهذه المسائل وكتب مقاله في مجله الدوحه اشار فيها الى كتاب الطبقات وحتى جف خطوه في 81 وقال يا اخي ما في طبعه جديده من طبقات الضيف الله، فاجمعوا طبعه جديده غير الطبعه القديمه اللي كانت عنده، لانه هي طريقه كتاب الطبقات تشبه الحكي الشعبي السوداني، ويمكن برضه يكون في جنوب مصر موجود وفي اماكن اخرى. هذه واحده. الطيب صالح ايضا كان مهتم يعني احيانا يقول لك هو خير الناس ما كتب عن محبه. ودي واحده من عبارات الطيب صالح. يعني ما وقال انه كان النقاد كثير يعني شديدين كانوا معهم. يعني عن هذه المساله. لان الطيب طبيعته ذات طبيعه مسالمه يعني مقطع معاي اصلا، ولكن اذا استفزت احيانا يعني في واحد مره في قطع عربي اخر تحدث او شكك بعروبه السكان، فالطيب صالح رد كتابه بالعاميه السكانيه، يا اخي نحن عرب اللي ما نقبل بعروبتنا عنه ما نقبل ان شاء الله ما يقبل يعني. فدي واحده. الطيب ايضا احدث نقله في تقنيات كتابة الكتابة السردية العربية في انه
الى جانب مشهور على اللغه ودخل صحن الناس كثير. استفدت ذلك الوقت الستينات من تقنيات السينما. وهو ايضا كان يعني مهتم جدا بالدراما حتى قبل ما يمشي للبي بي سي، وهو معلم في رفاعه المدرسه المتوسطه، عمل نصوص واخرجها لتلاميذه في مدرسه رفاعه. والاستفاد من تقنيات السينما يمكن لو تشوفه في موسيقى الهجره او في غيره، في فلاش باك، في المونتاج، في كل هذه الادوات السينمائيه موجوده في داخل اعماله. يعني انا اذكر حاسه صغيره انه كرينا موسيقى الهجره للشمال، بعدين الوالد ولو انت كنت تلميذ في المدرسه اعطاني الوالد وسنتين قال لي يا اخي اقرا هذا الكتاب. وده اي شخص في السودان اذا فرقه يعتقد انه ممكن ان يكتب مثله، لكن هذا الوالد قال لي هذا السهل الممتنع. شكرا. شكرا جزيلا استاذ مهتوب دكتور خالد الموت. شكرا جزيلا. اولا كنت بحب الطالب صالح جدا كمتحدث، يعني ساعات بقعد بدور على احاديث كلها ولقاءات معاه لان بحب صوته وبحب طريقته. انا كتبت عن الطالب صالح، لكن انا هقول كده بعيد عن ان انا كتبت عن الطالب صالح. انا هقول في نقطتين اثنين بس. اول نقطه انه حين افكر في الادب الخالد افكر في الطالب صالح مباشره، لان وساعات اسال نفسي سواء بالطالب صالح او بغيره احيانا، لماذا متى يكون الادب خالدا؟ ما الجوانب في الادب التي تجعلنا يعني نفضل نقراه تاني ومر 1000 سنه ونقراه وتخلي الطالب صالح نفسه يقرا المتنبي ويقرا الجماس ويستعدهم؟ ساعات اقول طيب يمكن لانه بيطلب حاجه في الروح الانسانيه عموما باقيه. ساعات اكون وصفه للطبيعه، ساعات انا مثلا عليك مسلم في الشمال وعرس الزين، واكثر ما يلفتني وصفه للطبيعه لانه حاجه بعيده عن الحدود او عن الصراع المستعجل والمستعمر، مجرد التقاطه للقطه صغيره في وسط الطبيعه. وانه انا ساعات افكر في انه ما يجعل ادب الطيب صالح خالدا انه من ناحيه سوداني جدا، يعني يلتقط الروح السودانيه الجميله. انا بالنسبه لي الطيب صالح هو خلاصه الروح السودانيه، وانا اعرف سودانيين كثيرين واحبهم جميعا، لكن هو الذروه في التقاط الروح السودانيه، الروح الشعبيه، الروح الفكاهيه، الروح الساخره، كل الصور. ده جانب مهم جدا في ادب الطيب صالح. على الجانب المقابل الطيب صالح مثقف جدا وحساس وقاري شعر وقاري حكايات شعبيه، يعني سامع حكايات شعبيه، وكل ده يصفى في كتاب الطيب صالح اللي تبدو سهله جدا. يعني انت تقرا مسلم الهجره فالجمله تلفتك والايقاع الشعري يوقفك، وهو نفسه لما بيقرا المتنبي انت هتستمتع. وهو كان في حديث قريب لما بيشوف الحديث وهو بيتكلم عن ابيات ابي مواس بتلخص جوهر الفن، فهو حد مثقف بالمعنى العميق للثقافه. الحاجه الثانيه اللي لازم اتكلم عنها انه طيب صالح طبعا برضه وقف عن مصر الهجرة للشمال زي يحيى حقي ما وقف عن الدين المنشي، وكل الناس اتعاملت مع طيب صالح على انه مصر الهجرة للشمال، وده حقيقي وده له معنى. يعني طيب صالح كان عنده موقف من مصر الهجرة للشمال انه بطلع مش مصطفى سعيد، بطلع هو الراجل. هو قال كلام مباشر جدا ونقاد اخرين فكروه في ده، وقالوا ان بطل الروايه هو الراجل اللي تبدا به الروايه وتنتهي به، وهو كان يعني من بره الروايه واخد صف وجهه نظر الراوي. انما مع ذلك احنا كلنا ما اقتنعناش بالحكايه دي، لانه الراوي ما لناش اي حاجه على حكايته خالص في لندن. اجى قال لنا انا قعدت 7 سنين هناك وانا بحب البلد دي والشجره دي بترمز مش عارف ايه، وفي الاخر طبعا هو بيبان حلو جدا في التوزع الرهيب، انما في الحقيقه مش هو البطل. البطل اللي باقي عندنا هو مصطفى سعيد. رغم عن طيب صالح، لانه بقول لحضرتك طيب صالح بيزق بسكه احنا نشوف الراوي، انما لا احدامي فخليني افكر في فكره
المقاصد الواعية للمؤلف هو قاصد الوجود الراوي الراجل يعني هو اللي بيمثل وجهة نظر اللي هو بيحليها وبيأيدها وبيمشي وراها لكن الرواية بتقول لنا حاجة تانية دايما المؤلف بيقول حاجة والرواية بتقول حاجة ما تقوله مسلم في كتاب الشمال وما قرأناه جميعا وأجيال الأحرار إنها التقطت وعي جماعي للناس السودانيين والأفارقة والشعوب العرب الثالث هناك وبالتالي يعني برغم أن الطيب صالح حاول كثيرا من خارج الرواية أن يوجهنا إلى شخصية الراوي لأنه فضلنا إحنا مهتمين جدا بمصطفى صحيح ألا الطيب صالح في رأيي سيظل خالدا بسبب هذه الأشياء التي تبدو بسيطة بسبب بساطته وعمقه والتقاطه للروح السوداني الجميل شكرا جزيلا الطالب صالح هو اللي خلاني اكتشف ان انا لا انا مش بنتمي بس للوطن العربي انا بنتمي كمان لافريقيا هو البواب هو اللي فتح لي المفتاح السحري بتاع افريقيا انا ما عرفتش افريقيا غير من الطالب صالح ما عرفتش السودان غير من الطالب صالح ما تعرفتش على انه في ادب افريقي غير من الطالب صالح دي علاقتي سؤالي بقى للاستاذه عزه يعني انا طبعا علاقتي بالطيب صالح انه بيقدم المرأة بصفاتها شخصية قوية بتتحدى الظروف. رد على أي غلاف مؤلفة الرواية لأنه الطيب صالح بيتكلم عن غلاف كتاب حوار لو طلعت فيه رواية أول مرة هم طلعوا الأول في مجال الحوار وطلعت فيه كتاب حوار. هو بيتكلم عن فنان سوداني هو اللي عمل الغلاف والرسومات الداخلية. بالظبط ما هو ده في البداية أشرت له إنه هو في كذا يعني اعتمدت على طبعة كتاب حوار. بالظبط الطبعة دي هو اللي شافها وأقراها بنفسه رغم إن هي أصلاً أغلفة أخرى أكثر منهم غلاف كتاب حوار أكثر دقة وأكثر هو بيتكلم عن غلاف فنان سوداني عالمي وإنه اتفق معاه حتى في شكل الرسومات. هو ده. ده بنلاقي وصلة ليه هو؟ أنا مش فاكر ابراهيم الصالح هو اشتغل على الطيب صالح هو الطيب صالح الثاني الطيب صالح حل اشكاليه في غايه الغرابه كاتب واقعي شخصياته من التاريخ ويعرفها مكانه ودرسه وماشي فيه من طفولته لموته روح السودان الواقعيه موجوده في الشعر ومع ذلك عندما تقرا الطيب صالح تلاقيه في قلب الحداثه. صحيح؟ في قلب الحداثه. يعني عرس الزين انا احيانا انظر لها كانني بقرا ليس لدي كولونيل بل مكتب. روايه شخصيه. عرس الزين ان الزين هيعرف لكن فيما تطرقه والاسئله اللي بتفجرها خلاها. والتوهان الغير واقعي حوالين الشخصيات المختلفة بتنقل الرواية من الواقع الواقع حدود بتنقل الروايات من الواقع البحث إلى قيمة ومستوى من الإبداع يرتبط ارتباط حقيقي بالأدب العالمي وهو واحد اللي قدم أول واحد قدم لنا الأساطير الأساطير مع شخصيات مجردة ومنقولة من الواقع خد بالك وهو اللي تقدر تقول عليه استطاع الكاتب العربي الذي استطاع تحويل الواقع إلى فن طيب صح شكرا طيب في الحوار نذكر الناس انه هو الطيب صالح زين حمزه اعمال الروايه والقصه عنده 12 كتاب واحد منها افتقد المتنبي وكتب عن الظروف في الشرق والغرب ومنسي فاكر يوم ما استلم الجائزه؟ اكتر من كلمه طب طلع على المسرح بتواضعه
لبس العلمة وجلبية وقال أنا من بلد لا تقف فيه الإبل. فأدهش كل الصوت اللي جاي من بلد ما بتقفش معنى يعني. وقال لا كان حتى على المستوى الشعب علينا إنسان. في نقطة أخيرة من الكتاب زي طيب صالح تذكروا كثير محفوظين لا أعرف أقول الترجمة. ليس كل ما يترجم يشيع عند القارئ الغربي. الترجمه فيها وجود طيب صالح ونجيب محفوظ وكتاب اخرين والكتاب ليس كثيرين لكن ما ترجم كثير جدا. ما انتشر في قاعات الجامعات والاكاديميات حتى عند القضاء العاديين في التقارب الغربي ده يعني ان هذا كان الكاتب مش دول اللي شاعوا في الأدب اللي شاع على الأسوار هنا واللي شاعت سلوى العيني. أنا أظن سلوى العيني من العجيب من الله واتقلت قراية لأخ حد الحقيقة يعني عشان بس ده موضوع بشكر السادة.